أنابى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات لافتتاح أعمال قمة أمازون لخدمة الإنترنت ضمن فعاليات أسبوع البحرين للتكنولوجيا الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية. وقد وجه راعي الحفل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رسالة إلى الحضور ألقاها معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مدير عام مكتب النائب الأول، وجاء فيها إن الحضور الكبير الذي تشهده هذه الفعالية قمة أمازون لخدمة الإنترنت، وهي الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط، تجسيد قوي لاهتمامنا بتعزيز دور الحوسبة السحابية في تطوير استفادة القطاعين العام والخاص من التكنولوجيا للإسهام في تحقيق المزيد من النمو والتطور. يأتي التوجه لتطوير إمكانيات قطاع الحوسبة السحابية ليبنى على زخم الجهود المبذولة خلال 15 عاما الماضية لإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص بالنمو، ونحن نعمل في هذا الإطار على تسخير التكنولوجيا لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار والدفع نحو المزيد من التنويع الاقتصادي في المملكة. ولقد قمنا بتدشين السياسة الوطنية للحوسبة السحابية في وقت سابق من هذا العام، كما نواصل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وفي تعزيز الأطر التعليمية والتنظيمية والمالية من أجل الحصول على مردود أفضل من الحوسبة السحابية، وهو ما يسهم في مواصلة تفعيل مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية التي ترتكز عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030. إننا وعبر التكنولوجيا نؤسس لصناعات جديدة ونطور تلك الموجودة حاليا، ونخلق فرص العمل الجديدة وننمي اقتصادنا، ونحن نثق فيما يمكن أن تقدمه الحوسبة السحابية من حلول فورية ذات قيمة فعالة، ومن الممكن قياس أثرها لتكون في متناول مختلف قطاعات الأعمال والاستخدام المنزلي، مما سيزيد من تحفيز نمو الأعمال في اقتصادنا الوطني. نشكر لكم انضمامكم معنا، فهذه فرصة هائلة للتفاعل عن قرب مع خبراء وشركاء أمازون لخدمة الإنترنت لمعرفة المزيد عن إمكانات الحوسبة السحابية في دعم الابتكار والنمو. وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بافتتاح هذا المؤتمر نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث يمثل هذا المؤتمر واحدا من أهم المؤتمرات التي تستضيفها مملكة البحرين في قطاع تقنية المعلومات في إطار اهتمامها بهذا القطاع، كونه ضمن القطاعات الحيوية التي تحظى بالأولوية نظرا لتفردها بمزايا من شأنها أن توفر فرصا مستدامة وتستقطب المزيد من الاستثمارات الحيوية، وهو إضافة داعمة لتوجهات مملكة البحرين نحو التوسع في سياحة المؤتمرات والمعارض. وقال سموه إن هذا الحدث الذي يأتي ضمن مجموعة من الفعاليات التي عمل مجلس التنمية الاقتصادية على تنظيمها في إطار أسبوع التكنولوجيا يشكل نقلة مهمة في سبيل تسليط الضوء على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مشيدا بالجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في تعزيز دور هذا القطاع في بنية الاقتصاد البحريني وإسهاماته ومواصلة العمل على تأكيد مكانة البحرين التنافسية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وأضاف سموه أن عقد هذا النوع من المؤتمرات والملتقيات بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في مجال تقنية المعلومات مثل أمازون يأتي فرصة للتعرف على أحدث المستجدات في هذا المجال وعالم الحوسبة السحابية وما توفره من مميزات متقدمة في معالجة المعلومات الرقمية. وخلال حفل الافتتاح الذي حضره معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وضيوف المؤتمر، ألقت السيدة تريزا كارلسون نائب الرئيس لخدمات الإنترنت العالمية في القطاع العام ومسؤولة تطوير الاستراتيجية والعمليات والمبيعات والأعمال لخدمة موقع أمازون كلمة تحدثت فيها عن مدى التعاون مع الأجهزة المعنية في مملكة البحرين. وفي كلمته خلال افتتاح قمة أمازون قال سعادة السيد خالد رميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن البحرين أدركت منذ سنوات حجم فرص الاستثمار في قطاع البيانات الرقمية، وقد عمل المجلس بالتنسيق مع الحكومة الموقرة بوضع البنية التحتية للتحول نحو اقتصادات المعرفة والبيانات، حيث قام المجلس بتطوير علاقاته مع شركة أمازون لخدمة الإنترنت على مدى فترة طويلة من الزمن بلغت أكثر من عامين ونصف العام، إذ سعى المجلس إلى البحث
عن هذه النوعية من الاستثمارات واستقطابها إلى البحرين بهدف تقديم الأعمال التجارية بأعلى المستويات وتقديم فرص واعدة للاستثمار في الشرق الأوسط. وأضاف أن أصبحت البحرين اليوم بالفعل واحدة من أولى الدول في العالم والأولى على مستوى المنطقة في اعتماد سياسة الحوسبة السحابية ونقل البيانات الحكومية إلى أنظمتها، كما وسوف تكون قدرة البحرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد البيانات هي ما يدفع نحو المزيد من النمو في الفترة المقبلة. اليوم نشوف أكبر تغيير بنشوفه في مجال تقنية المعلومات في آخر 20 سنة. يعني في السابق كنا دائما نشتري أجهزة ونغيرها بشكل مستمر، ولأول مرة بنستخدم خدمة الحاسوب مثل ما نستخدم الكهرباء، بدون شراء أجهزة، بدون شراء أي معدات جديدة، بدون شراء أي برامج جديدة، ممكن لأي مؤسسة، لأي فرد، لأي قطاع حكومي إنه يبني نظام أنظمة وبرامج يحطها على خدمة الأمازون. وجود شركة أمازون يعني طبعاً بسمعتها وبحجمها مكسب للبحرين كبير جداً، وطبعاً لا شك إن بتلكو شريك أساسي مع أمازون. طبعاً هي بتوطن في نفس الموقع اللي موجودة في بتلكو، وبعدين طبعاً الحوسبة السحابية الآن هي المستقبل، إن نحفظ جميع معلومات اللي يعني في البحر المؤسسات والوزارة وغيرها. السعر الاتصالات كان عامل جذاب، ثاني عامل عمل الحكومة من خلال برنامج عمل الحكومة والتنسيق والعمل المشترك بين كل الوزارات كان عامل جذاب.